السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا مرة أخرى وياكم. خلونا نصعد المشروع، فنحتاج إلى ذكر كلمة add و commit و push نرفع المشروع. تمام، أصبح المشروع متوفر على الهيريكو. حلو. طيب هنا أنا نحتاج نجي على من؟ ليس هذا، هذا مشروع القديم صح؟ نجي على Laravel Passport، نجي على Access Setting، نختار هذا. تمام، ناخذ هذا كوبي ونجي نتأكد إذا كان يعمل. فكل اللي نحتاجه أنه نذهب للرابط ونغيرها بهذا الرابط. اوكي، لا تنسى لازم يكون رابط بهذا الشكل https والى اخره /api/books. نعمل send، راح يظهر عندنا something wrong. ليش؟ لان لازم نعمل login ايضا فيها. فناخذ الرابط نفسه او ناخذ منه براحتك، وتذهب للauth. اوكي، في الauth تحذف كل هذا، تضيف فقط الرابط slash OAUTH/token وتعيد تسجيل محمد عيسى من جديد. هنا طلع لك error oops something went wrong. لماذا؟ اوكي خلينا نشوف ال database. database موجودة في الconfig app. database. okay. تمام. nice. let's see. زين. okay. and وين المشكلة؟ something went wrong. books API. هنكتب له no auth. ناخذ barrier token. هذا بالنسبة للـ API register. هو مربوط مع الـ database أصلاً صح؟ refresh. عندنا هنا لاحظ هذا أيضاً books، تذكروا اللي عملناه موجود في الـ database. لاحظ موجودين. طيب شو المشكلة؟ معقولة هنا في شيء حصل؟ ما تصور احنا نحتاج الى اضافات ان هي اصلا موجودين، يعني ما حاجة لهذا. واحنا عندنا resources معرف بالداتابيس صح؟ يعني كل شيء تمام. طيب راح اعمل pause حتى اشوف المشكلة وارجع لكم. وعدنا لكم من جديد. طبعا المشكلة كانت بسيطة جدا، انه انا كنت ناسي هنا في الكومبوزر احتاج اضيف هذا السكريبت. تمام، فوقف الفيديو سجله عندك. اوكي، اللي هو post minus install cmd. احتاج ال php artisan clear compiled اعمله في داخل الهيريكو، زائدا احتاج اعطي سماحيه للستورج اللي هي موجوده في هذا المكان. اوكي، انه تخزن لي ال private key وال public key للاثنتيكيشن. فهنا في الهيريكو اجي اعمل PHP Artisan Passport Keys. في الهيريكو لن يتم خزنها الا اذا سمحت ب 777 حتى يستطيع خزن المفاتيح البوبليك كي والبرايفت كي في مكان الستورج، حتى كل مره يعمل اثنتيكيت لها. اوكي، هذا احتاجت انه اضيفه. زائدا في الريجستر انا كنت ناسي اضيف الاوث.
تمام use illuminate support facets auth. هذا ايضا ضيفه في الريجستر كنترولر هنا قبل كلاس. تمام هذه الاشياء كانت مفروض انه اني اضيفها. فسيف كل هذا اللي تحتاجه فقط وتجي على الهيريكو تعمل هنا أنا add ترفع المشروع تدفع على الانترنت على هيريكو. فتنتظر لحد ما يكمل رفع المشروع بالكامل. لاحظ الآن راح يقوم بتنصيبها. زائدا انتبه هنا أنا لاحظ كيف هو بيعمل clear للcompile. هنا clear للcompile كيف ينفذ الأمر اللي احنا طلبناه من عنده ويعطي chmod chmod change mode للdirectory storage ويعمل الكي. بعد ما يعمل key encrypt عدنا المشروع جاهز. خلونا أول شيء نجرب الريجستر. لو جينا هنا كتبنا على سبيل المثال يوسف علي وهنا راح يكون الباسورد هو يوسف الإيميل هو يوسف 123456 إلى آخره. هذا هو الرابط. أوكي الرابط شو راح يكون؟ يكون رابط المشروع اللي هو لارافيل باسبورد دوت هيريكو دوت كوم https أوكي بهذه الصورة slash API slash register. خلينا نكبر الرابط حتى يكون عندكم واضح. لاحظ Laravel هذا هو رابط الموقع slash API slash register. خلينا نصغرها حتى نشوف التنفيذ. طيب لما عمل send أها قام بتسجيل من يوسف علي successful. تمام أخذ هذا copy. خلينا نجي نعمل login. اللوجن راح يكون عن طريق من؟ عن طريق اليوزر نيم عفوا عن طريق الايميل راح يكون فيكون يوسف at gmail صح. فهنا أنا اجي اكتب يوسف at gmail. الباسورد 123456 تصور نفسه والجراند تايب هو باسورد. الكلاينت اي دي 12 اوكي حسب الكي اللي اخذناهم تذكرون وهذا هو السيكريت. فأضيف السيكريت أيضا هنا واجي أخذ الرابط لا تنسى وضع في هذا المكان slash auth slash token. فلما أجي أعمل send أها عمل لي login. هذا هو الأكسس توكن اللي هو منا لحد هنا أوكي اللي هو داخل علامتين تنصيص. أعمل هذا copy واجي على مثلا نفس الرابط الموقع slash API slash books الكتب. تمام فهنا أنا أجي أريد أحصل الكتب الـ auth barrier token. أضع التوكن أعمل send أها هذه هي الكتب. جميل جدا. طيب لو حبيت أنه أنا أعمل post أضيف كتاب ممكن أضيف على سبيل المثال جافا أو Node.js Node.js وهنا في الأسفل Node.js. لاحظ البيانات Node.js غير موجود روبي اون ريل جانجو لارافيل. لما عمل send اها تم إضافة Node.js تمام على الكلاود. فخلنا نشوف الجيت مرة أخرى. لا تنسى التوكن لأن بدون توكن لن تستطيع الدخول. لاحظ لاحظ لو وقفنا التوكن لاحظ يطلع لك ايرور بدون توكن ما ممكن دخول barrier token. طبعا send لاحظ طلع لي كل البيانات. ممكن ايضا اعمل update على سبيل المثال هذا Node.js 42 الID. فخلني نجي نختار هنا put slash 42 هنا في البادي اغيرها الى java اعمل send صح احنا ذكرنا انه هذا لازم نعمله على شكل جيسون. ف جيسون فورمات لا تنسى تختار هذا جيسون اوكي وتجي هنا أنا على سبيل المثال طبعا ممكن نكبرها حتى يكون واضح لك بهذه الصوره اوكي. فهنا نكتب جافا وهنا نكتب جافا تمام. فراح يقوم بالتعديل على النود جي اس. لاحظ سكسيس عملها جافا
لو جينا عملنا هنا get send اوكي جافا هذا الشو طبعا لو حبيت اظهر كلتهم send لاحظ جافا اختفى النود جي اس اوكي ممكن ايضا اعمل عملية الديليت كذلك 12 على سبيل المثال لو جيت هنا عملت عملية الديليت ل 12 اللي هو روبي اون ريلز send تمت العملية بنجاح لما اجي اعمل get لكل الكتب الاحظ انه روبي اون ريلز غير موجودة اذا هذا ايضا نجح مبروك عليكم ورفعناها ايضا على الهيريكو طبعا المشروعين راح يكونوا متوفرين على الجيت هاب ممكن تحملهم الفكرة كانت كيف نستخدم بنوعيها التوكن سواء كان التوكن من نوع باسبورت او التوكن من نوع JWT فالمشروعين كانوا متقاربين من بعض اثنيناتهم كانوا API لكن الفكرة من عندهم كل واحد من عندهم طريقة في الاثنتيكيشن طريقة في حماية البيانات فانت تستخدم الطريقة اللي بيعجبك ممكن هذا ممكن ذاك الاثنين مشهورين الاثنين يتم استخدامهم بكثرة فانت حر استخدم الشيء اللي هو يناسبك او الشيء اللي انت تحس بيها انه انت فاميلر يعني متعامل وياها انا بالنسبة لي اقدم لك اكثر من طريقة فكرة انه اقدم لك اكثر من طريقة حتى تستطيع انه انت تعمل تطبيقات اذا طلب من عندك طريقة باسبورت او طلب من عندك طريقة JWT باللارافول فهاي هي المواد اللي تحتاجها انت لهنا احنا نحب نشكركم ونقولكم مع السلامة.